الحكايه دي غريبه قوي يا علي. ولد في السن ده والمستوى الاجتماعي والتربيه دي، ايه اللي وصله المخدر ده كله؟ والله يا فندم انا من ساعه ما سمعت الحكايه دي وانا مخي شت، لاني بعرف الناس دول كويس. الموضوع ده مش سهل يا علي، ده ممكن يكون له ابعاد دوليه. دوليه؟ قصدي سعادتك يعني علشان والده بيشتغل في السلك الدبلوماسي؟ لا لا، انا مخي ما راحش الناحيه دي خالص. لا يا عم علي، وديه الناحيه دي شويه، ده اتجاه لازم يتفحص. والله يا فندم غرابه الموضوع ما تخليش الواحد يستبعد اي حاجه. لا اكيد دكتور اسماعيل قصده اننا نتاكد ان الرائد علي زوتي جاي بصفته الرسميه. تمام، هو ده اللي قصدته. اطمن يا دكتور اسماعيل، هي الحكايه جت معكوسه، هم استنجدوا بيك صديق لكن بعد كده الموضوع خد شكله الرسمي. مش كده ولا ايه؟ انا بنفسي سمعت الرائد علي زوجي وهو بيتصل بمفتش المباحث وبيبلغه الحادث. على كل حال الولد ده تحط له مخبر على الاوضه، ظاهريا يبان انك انت بتجامل معارفك، لكن الحقيقه ان احنا بنحرس متهم، لانه لو هو المقصود بالاعتداء عليه يبقى مش ممكن ده يحصل وهو في عبنا، ولا ايه؟ الشاويش رجب كان بلغني ان علي بيه زهدي اختارني انا شخصيا في مهمه رسميه. وما نفذتش ليه؟ الاوامر صدرت اني اتجه لمستشفى الدكتور مراد في تمام الساعه الرابعه بعد الظهر، ودلوقتي الساعه الثانيه بعد الظهر، يعني لسه ساعتين بالتمام والكمال. خلي بالك يا عبد، المهمه دي عايزه عينين صاحيه وتركيز. اطمن يا سعاده البيه، ما هي دي مش اول مره. وانت عارف ان البيه المفتش هو اللي ناقلني من النبطشيه للمباحث، ودي أول قضية بالنسبة لي. إن شاء الله هبيض وش المباحث كلها. الظاهر موضوع الولد ابن الوزير المفوض ابتدى يشغل الوزارة كلها. والحكاية مفتاحها مع الولد. الشاويش رجب بيقول إن علي بيه زهدي بيقول إن القضية دي لها أبعاد دولية. ما أنت مذاكر أهو. أنا متنور ومسقف وعجيبك قوي. طب يلا شد حيلك، يمكن لو مشيت معاك ياخدوك في الأنتروبول على طول. سعادة بيه، البيه مفتش على سعادتك. خير يا شويش رجب؟ ما تعرفش ليه؟ لا يا فندم، هو بعد شويش عنتر بلغني ان حضرتك مفتش عاوز حضرتك ظابط شرطي يجرح معاهم الجديد. اللي هو انا. اللي المعلم المتراقب حالي. طيب انا هروح له حالا. ايوه يا سيدي، من قبتك. ايه العباره يا شويش؟ تعرف لو جدتك تقلت وخدت عن اعلى طريقه في المستشفى لخلي علي بيه من الصبح ينزلك طواف ليلي. ما تخافش عليا يا ابو الزمل، هو كان علي بيه زوجتي اختارني من شويه. ده انا مشتغل معاه ومجربني في 100 قضيه، وياما دليته على اول خيط مشي فيه. اسم الله عليك يا كوجك. كوجك مين يا راجل؟ ده انا من هنا ورايح وحسبت للجميع ان انا المرعب عبد بند. هل هناك ما يؤدي إلى الاعتقاد بأن الحالة التي كان عليها الصبي أيمن هي حالة تسمم بالأفيون؟ أيوه، العلامات الإكلينيكية لتسمم الأفيون كانت واضحة، ده غير مناظرة متحصلات غسيل المعدة ورائحة الأفيون النفاذة اللي طلعت منها. اهلا مدام راجح، ازاي حال ايمن؟ معرفش، بيقولوا لسه في الغيبوبه، والدكتور اللي اسمه اسماعيل ده متشدد معايا زياده عن اللزوم. اهلا اهلا، صباح الخير يا راجل يا بنتي. صباح النور. صادق عامل ايه؟ نام، انا لسه خارج من عنده من 5 دقايق، صليت الفجر عنده. دعيت لايمن يا حسن بيه. دعيت لأيمن وأبو أيمن وأم أيمن، وربنا يستجيب إن شاء الله إن شاء الله. أنت ما روحتيش يا رجا؟ أروح إزاي؟ الحمد لله على سلامتك، ده أنت وقعت قلبي أكتر ما كان واقع. الحمد لله، ما هو كويس أهو يا مدام.
حضرتك ما شفتوش يا حسن بيه، ده كان رايح مننا خالص. الله، معقول؟ يلا انت بقى على البيت. لو سمحت يا حسن بيه، خد صادق معاكم وروح. اروح اعمل ايه؟ تنام لك شويه، انت لسه وراك شغل ومواعيد في الوزاره. شغل ايه يا راجل؟ بس بلاش شغل، ترتاح لك شويه وتصحى تاخد حمامك وتغير هدومك وتيجي على هنا. ارتاح ازاي بس وانت هنا وايمن لوحده؟ ايمن مش لوحده، والدكتوره طمنتني. وان كان عليا انا يا سيدي، ماما هناك في البيت وهتقوم بكل طلباتك اللي ما بتخلص. عين العقل يا صادق، يلا بينا. والله فكرتني بايام الخدمه، يا ما سهرنا ليالي ويا ما جرينا. يلا يا عم، يلا شكيب لمس وشك كده بشويه مي. هي الالفاظ السوقيه دي ايه؟ لمس وشك دي لا مؤاخذه يا سيدي، اهو ده اللي موجود عندنا. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا استاذ، تمت اقواله وتليت عليه وتوقع منه واقفل المحضر في تاريخه، حيث كانت الساعه 10 مساء، وقررنا ما يلي: يطلب الى المستشفى افادتنا فور امكان استجواب الصبي ايمن صادق. ثانيا، تسلم متحصلات غسيل المعده بخطاب للمباحث لارسالها الى المعمل الجنائي بعد تحريزها وختمها بخاتمنا. ثالثا، يعاد المحضر الى مباحث القسم لاستكمال التحريات وسؤال والد ووالدة الصبي ايمن صادق. الله، انت حضرتك واقف كده ليه؟ خش على السرير هاخد الحراره والنبض والضغط. احنا كنا عايزين يروح بقى يا مفيده. معقوله دي؟ لا لا، لازم دكتور اسماعيل يوافق، دي حاله بتاعته. هي ده الدكتور اسماعيل؟ طب من فضلك روحوا قولي له عشان يخرج ويروح. مش دي فيلا صادق؟ مظبوط يا حضره البيه. هو موجود؟ نقول له مين حضرتك؟ انا معاون المباحث. مباحث؟ ايوه. اتفضل يا بيه، اتفضل. البيه صادق جوه لساته ما خرجش. اتفضل سعادتك. سيادتك جيت على المظبوط، البيه صادق خارج اهو. خير يا صديقي. صباح الخير، انا الملازم شوقي الجرحي. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ الحقيقه انا جاي بتكليف خاص من السيد الرائد علي زهدي علشان ابلغ سيادتك ان هو طالب سيادتك انت والهانم الساعه 12 النهارده. بس الهانم بايت في المستشفى وما اعرفش هتقدر تروح له ولا لا. طيب انا هتصرف، اصل علي بيفضل ان انا اجيب نفسي بدل ما يقوم الاسم بالعمليه كما هي العاده. انا شاكر فضلك وفضل علي بيه. لو سمحت سيادتك ما تتاخرش، ده طلب رسمي. تحت امرك. أنا همر على المدام في المستشفى وأجيبها معايا في سكتي. لسه في بره وحرم يا فندم. خليهم يتفضلوا فورا. اتفضل يا فندم، اتفضل يا هانم. اهلا اهلا راجي هانم. السلام عليكم يا علي بيه. اهلا يا صادق بيه، ازاي ايمن دلوقتي؟ زي ما هو، ربنا يجيب العواب سليمه. اتفضل يا راجي هانم. شكرا قوي. الحقيقه صادق بيه، السيد وكيل النيابه بعت لي المحضر تاني مؤشر عليه باني استكمل التحريات، علشان كده حبيت اشوفكم.
بس لو سمحت لي بعد اذنك تستناني في الاوضه اللي جنبنا بس 5 دقائق. تحت امرك يا رجل. افندم مع سيد الوزير المفوض في الاوضه 15. اتفضل يا فندم. اتفضل. هو حضرتك هتفتح لي محضر؟ لا ابدا، دي مفكره باخد فيها مجرد ملحوظات. مدام راجل، حضرتك عارفه ان اللي حصل لايمن نتيجه تعاطيه لمخدر الافيون. تقدري حضرتك تقولي لي ازاي ده حصل؟ ازاي يعني؟ حضرتك عارفه انك مسؤوله عن ابنك قانونا، هو عنده كم سنه؟ كمل 10 سنين الشهر اللي فات. يبقى جت سليمة، لأنه لو أقل من 7 سنين كانت اتوجهت لك تهمة جنحة إهمال. إهمال؟ أنا متهمة بالإهمال؟ أنا مش قصدي يا مدام، أنا بقول لو كان أقل من 7 سنين ده قانون، أنا ما جبتش حاجة من عندي. حتى لو كان أقل من 7 معقولة أبقى متهمة؟ متهمة بالإهمال في ابني اللي طلعت بيه من الدنيا؟ أهمل في ابني؟ سيادتك ممكن تفكر ان حد يتهم مدام سناء انها تهمل في بنتك او ابنك؟ يا هانم ده مجرد افتراض، لازم تعرفي ان احنا متعاطفين جدا مع موقفك، وربنا يشفي لك ايمن. ربنا يسمع مني. يسمع مني. في حاجه يا بنت؟ لا مفيش، بس انا مش عارف ايه اللي بيحصل هناك. كل خير يا بيه ان شاء الله. اصل علي بيه زودي لما بيمسك موضوع ما بيسيبوش الا لما يقطع فرق، تلاقيه محاصر الست اللي جوه بالاسئله وحابب تفلت منه. يعني ايه محاصرها؟ يعني ايه؟ محاصرها بالادله والقرائن والملابسات، فعمدت الى البكاء دموع التماسيح يا محترم. انت بتلخبط، بتقول ايه يا جدع انت؟ احترم نفسك. جدع انت؟ انا المساعد اول سيده بالخشاب، بقيت جدع انت؟ شايف يا عم شفيق؟ حلمك يا فتو، ايه اللي انت عكيته ده على الصبح؟ لا فندم يقول لي يا جدع انت شفيق، وانت تقول لي ايه اللي عكيته؟ لا مؤاخذه يا سعاده الوزير المفوض، اصل سيدهم ده نظره على قده، واللي ما يعرفك يجهلك. وزير؟ ده انا عكيت صحيح. لا مؤاخذه معالي الباشا، اسف يا سعاده الوزير. مدام راجل، ممكن اعرف مين اصدقاء ايمن المقربين؟ ملوش غير احفاد حسن بيه البكر، كريم ومصطفى. طيب الولد بيخرج لوحده، بيروح يشتري حاجه مثلا؟ ابدا، اي حاجه بيعوزها بيجيبها له الشغالين. تفتكر حد من الشغالين يكون اداله الافيون؟ يا فندم هو الولد اصلا هيعرف الهباب ده منين؟ طيب نقدر نقول ان حد دسله الافيون علشان لا سمح الله يموته؟ بس مين هيعمل كده؟ احنا مالناش اعداء. امال جابوا منين؟ معرفش. شويه شويه حضرتك هتتهمنا ان احنا اللي جبناه له. يا فندم انا ما قلتش كده، انما لعلمك ده سؤال وارد برضه. لا ده كتير قوي علي بيه. معلش، كل اللي يهمنا يا مدام ان احنا نوصل للحقيقه. ايه يا شفيق اللي انا هببته ده؟ طب نورني، هو انا لحقت يا عم صيدهم؟ وبعدين يا شفيق تفتكر الوزير ده هيسكت؟ ممكن، بس ممكن يطلب نقلك لسوء معاملة الجمهور. طب اروح له عند علي بيه استسمح. روح. هو صحيح انت زعلت ست الوزير المفوض عم سيدهم؟ هي لحقت تطلع في النشرة؟ سمعته بيشتكي لعلي بيه وكلمه المفتش. هي واقعة مهببة. عشان دايما اقول لك انت بتعك الدنيا زعلت مني. ده انا اتعكيت انا نفسي. وبعدين اروح له استسمحه؟ هو لسه جوه ولا مش؟ هيقول لك مفيش حاجه طبعا وينسى الموضوع نهائي. ده دبلوماتيكي يا ابني. دبلوماتيكي يعني دبلوماسي، بيشتغل في السلك. سلك؟ سلك ايه؟ السلك اللي هيسحبك بيه من شكتتك والله اعلم هيوديك على فين. سياده الوزير المفوض، قدم لي تبرير واحد للواقعه دي. انا ما اقدرش ابرر حاجه من دي. ابرر ايه؟ انا مسؤول على ايه؟ طب ممكن اعرف مين فيكم اقرب لايمن؟ وديته طبعا انا يا صادق.
انا بقول الحقيقه. يعني ايه؟ انا اللي جبت له الحاجات دي؟ يمكن اعرف بقى. ارجوك يا مدام، انا هنا اللي بوجه الاسئله، لو حبيت اسالك هسالك. اتفضلي حضرتك استريحي لغايه ما اوجه لك اي سؤال. للاسف يا علي بيه، هو اللي يعرف عن الولد كل حاجه. تقريبا اصدقاء، في حاجات كتير قوي قالها له وانا ما عرفتهاش الا بعد شهور، ومش بعيد ابدا يكون هو اللي راجيه. ايه اللي بتقوليه ده يا مدام؟ احنا مش عاوزين نوصل لكده. اتفضلي استريحي، انا خلاص اخدت كل المعلومات اللي انا عاوزها. صباح الخير. صباح النور. عايز مين جنابك؟ اي حد. انا الرائد علي زهد رئيس المباحث. مرحبا بيه. كلته متدلعه على المستشفى، عايزور الغلبان ايمن. مفيش حد في الفيلا غير الست الكبيره حماه البيه. انا عارف ان كلهم في المستشفى. بصراحه انا جاي لك انت مخصوص يا سعيد. جاي لي انا بيه؟ ربنا يجبر الخاطر. انت كنت هنا ساعه ايمن ما حصل له اللي حصل له؟ انا بيه. ايوه انت يا سعيد. ايوه بيه، كنت قاعد هنا الا وزكيه عم تولول من الشباك وتقول يا سعيد انهض ازعج على البيه صادق من عند البيه حسن. ما عرفش كانت هتولول ليه يا بيه، وبعدين عرف هيقولوا مصران وفرطب، ربنا ياخد بيده. انا قصدي قبل زكيه ما تولول. قبلها ما اعرفش حاجه بيه. قول يا سعيد. ايوه بيه. انت شفت ايمن قبل الحكايه دي؟ ايوه بيه، من العصريه عم يحرق في الدنانه، شوط يمسك الخرطوم وشوط يمسك الرشاشه، عم يلعب يا بيه. كان لوحده ساعه العصريه؟ ايوه بيه وحده. يعني ما حدش من اصحابه جاله؟ لا بيه، صحباته ما حدش جاله نهارها واصل، ولا هو بناحيه الباب ولا هو بيعمل السور. السور؟ وهيروح ليه السور عادي يا بيه؟ بسأل يا سعيد، هو سؤال حرم؟ لا يا بيه ما حرمش. يا دكتور حصل ايه؟ هم قالوا ايه؟ الدكاترة فين؟ الولد؟ الدكاترة مع صادي بيه بره، والولد كويس الحمد لله، اجتاز المرحلة الصعبة. شكل لسه في خطورة. صادق؟ لا 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 يا صادق بيه، احنا بس بنقول كده من باب الاحتياط، لكن طالما انتظمت حواسه ونبضه وضغطه بقى كويس نبقى عدينا 90% من مرحله الخطوره. وكلام استاذ الاعصاب ما يقدرش يقول حاجه دلوقتي. هو قال لك حاجه؟ يعني في ايه يا صادق؟ سعيد انت منين يا سعيد؟ منين؟ قصدك البلد؟ انا من البربه مركز جرجة. بربه مركز جرجة؟ انا خدمت في مركزكم كتير قوي، ناس جدعان قلبهم ميت. الله يخليك يا بيه، كمانك هتتكلم زينا، مش جاملني سيادتك. ده عشره طويله قوي يا سعيد، بس بقى في ناس كتير في بلدكم بيتاجروا في المخدرات. اسمع يا بيه، هيقولوا في مطاريد عالتاجر فيها. وانت يا سعيد؟ انا ايه يا بيه؟ انا جيت مصر وانا عيل مع ابوي وخالي. ما تستعطاش؟ ما تخافش يا سعيد. أنا مش هحبسك. عارف يا بيه، بس وكتاب الله عمر عيني ما جت عليه واصل ولا دكتور. أه؟ هتدور عليها يا بيه، بس يا بيه يا لفل، ما قلت لك ما عرفوش، ما يصحش كده. أه. طب يلا وريني أوضتك. اتفضل يا بيه تشرفنا. تحت أمرك. يا مدام راجي حرام عليك اللي بتعمليه في نفسك ده، مش كده؟ هما كان قالوا حاجه تخوف قلبي. يا سلام، قلبي اللي بيقول. يا مدام انا مش مخبي حاجه، صدقيني. هما ليه كلام استاذ الاعصاب ده؟
الطفل ده مع مين يا سعيد؟ مع مدبول يا بيه. محدش تاني معاه مفتاح؟ لا يا بيه، هو اللي هيقفل ويسنكر بالقفل وهو اللي هيفتح. يعني محدش يقدر يدخل الصوبة مادام هو مش موجود؟ لا يا بيه، محدش يقدر يهوي بريحة، كان مدبول يشندله. تقدر تندالي زكية ولا أقولك استنى؟ أنا هروح لها. اقعد يا زكية، يمكن الكلام ما يطول شوية. العفو يا بيه، أنا كده مستريح. أنت منين يا زكية؟ أنا من بلد الهان، عندهم من زمان. متجوزة؟ مقرية فتحتي. ها؟ كنت متجوزة شهرين وبعدين البيت جابه هنا وخلاه يطلقني من سنتين كده. اه، طب وليه ده حصل لمؤاخذة يعني؟ كان عاطل بعيد عنك وبيستعطى. بيستعطى؟ بيستعطى ايه؟ كان افيونجي بعيد عنك. وعلمك بقى؟ اعوذ بالله يا بيه. تخضيش يا زكية، ده انا بهزر معاك. وجوزك السابق ده بقى كان بيجي هنا؟ جه كم مره، والبيه نبه عليه لو جه هنا تاني هيسلمه لسعادتك. ده قريب بقى الكلام ده؟ مش فاكره والله يا بيه. كان بيدخل البيت؟ كان بيجي سعيد البواب ومجبور الجناين، اهو اللي كان يلاقيه جنبي وكان يلقح جدته عليه ويقول له انده لي زكية. وكنت بتقابليه؟ ابدا. وشرفك يا بيه. يكونش جوزك ده جه يوم حكايه ايمن؟ ما افتكرش يا بيه، كان سعيد قال. قولي لي يا زكية، ايمن كان بيخش اوضتي كتير يا بيه؟ كتير كان بيجي يقعد معايا. ما كانش بيسيب عندك حاجه؟ حاجه زي ايه بيه؟ أنا عاوز أشوف أوضة أيمن وبالمرة أبص على أوضتي. تحت أمرك، بس بعد إذنك تقول للهانم الكبير. آه طبعًا طبعًا، وبالمرة كمان عاوز أشوف منصور الطباخ. أمدهه لساعات؟ لا لا لا، خليه في شغل، أنا هشوفه بعد ما أتكلم مع الهانم الكبير. دي مسائل طبية لسه ما نقدرش نحكم فيها دلوقتي، وعلى العموم يا ستي أنا هشرحها لك. دلوقتي المخدر ما دام بالقوة والكمية دي كان لازم يأثر في المخ، واللي كنا خايفين منه انه يصيب مركز مهم زي التنفس او الوظائف الرئيسيه، والحمد لله كل الوظائف دي منتظمه. فاضل بقى حاجه تانية نطمن على الشم او السمع والحركه. يا دكتور برضه ما نقدرش نحكم فيها دلوقتي، ان شاء الله بعد الاغماء ما يروح كله هيبان وخير. طمني يا مدام. احنا اتفقنا نقول انها انفجار في الزايدة، اولا علشان نمنع الشوشرة، ثانيا علشان نوصل للحقيقة. كل الظروف اللي حصلت وكل الكلام اللي اتقال بيؤكد حقيقة واحدة، هي مذهلة ومحيرة لكنها الحقيقة. الولد يا هانم حصل على المخدر من هنا من البيت. ده كلام ما يدخلش العقل يا فندم. ازاي ومين هيعمل كده؟ يسممه يموت الولد؟ مش قادرة اتصور. وليه حضرتك تتصوري انها مقصودة؟ ده الاحتمال الارجح ان الولد اخذ الحاجة دي من غير اللي بيستعملها ما يعرف. ازاي ما يعرفش؟ يعني يكون سايبها في حتة وايمن لقاها فكلها. كلها ازاي؟ لازم يكون عارف انها بتتاكل. ده هو من دون الاولاد انف في اكله، ما بياكلش اي حاجة. دي امه لحد دلوقتي يا بيه هي اللي بتشرف على اكله بنفسها. حب استطلاع، حضرتك عارفه ان الاولاد في السن ده بيبقى الفضول عندهم زياده شويه. يعني شاف حد بيتعاطى الحاجه دي وقلده؟ هيكون مين؟ هو عشان يقلده جايز يكون والده او والدته؟ جايز، بس ما اعتقدش تكون الوالده، لان تعاطي المخدر ده بالذات بالنسبه للسيدات بيبقى نادر جدا. جايز والده؟ متهيألي حضرتك رحت لبعيد شويه. قصدي حضرتك خرجت عن الحدود. لا لا لا، انا متاسفه اذا كنت فهمت كده، ما اقصدش خالص. اصل صادق مش بتاع حاجات زي دي، ده بيصلي الفرض في وقته
بيقولوا عليه الدبلوماسي المثالي اللي ما حطش كاس على بقه. حضرتك عارفة يا هانم ان الانسان في ظروف مرضية معينة بياخد مخدر طبي وبيتعود عليه، ولما ما بيلاقوهوش بيعمل نوع من التعويض. مسألة المخدر الطبي دي جايزة فعلا، اصل صادق اتعرض لأزمة نفسية كانت اثر في 67 ورجع وعنده انهيار. تفتكر يكون تفتكر؟ ده اكيد يا هانم، دول ممكن يكونوا عملوه مدمن في الاسر علشان يأثروا عليه وياخدوا منه معلومات. بس برضو انا لا يمكن اتصور ان ده ممكن يكون السبب في ايه يا زكية؟ البيه عايز يشوف منصور. بعد اذنك هاني ممكن اتكلم معاه؟ على راحة سيادتك، وانا ممكن. لا 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 ابدا، دول كلمتين بساط. طب اقعدي شوية ريحي رجليكي، ده كتر ضخم قوي بقى، انا مضطره مساعده دلوقتي. في ايه كل ده يا مدام راجيه؟ يا حبيبتي ده كونسلت وكذا تخصص لسه هياخد وقت، ده انت ما اكلتيش لقمه من امبارح. طب ساعات افيون من امتى منصور؟ افيون يا بيه؟ افيون والله عمري ما حطيته على لساني. طب تعالى وريني كده، افتح بقك، اسنانك بتقول انك بتتعاطى افيون. ورب الكعبه ما حصل يا بيه. انت مش اسمك منصور عبد اللطيف محمد؟ تمام يا بيه، منصور عبد اللطيف محمد محيلس يا بيه، محيلس. من 4 أشهر اتمسكت وانت بتدخن حشيش على قهوه زوبه، حصل ولا لا؟ حصل يا بيه، بس مش انا، ده الجدعان اللي كانوا قاعدين جنبي. انا ما بدخنش. الملازم شوقي الجرحي مش هو اللي مسكك؟ عمل لي تحري بس يا بيه، انا ما كنتش بدخن، ده لو البيه عرف كان قطع عيشي. حرام يا بيه. مين اللي جاب الافيون لايمن؟ يا خرابي كمان ايمن، حد يديله الكلام ده؟ حد يديله الكلام ده؟ ده اجرام يا بيه، حد يدي ايمن افيون؟ طب بس روق كده وما تعملهمش عليا منصور. قوم حضرتك ظلمتني يا بيه، ده انا عمري ما حطيت في بقي حاجه بنتي، ده انا بمشي جنب الحيط. دلوقتي الست هانم تقول عليا ايه؟ مش هتقول عليك حاجه، روق كده واسمعني وفتح لي ودانك كويس. امرك يا بيه. انت شفت ايمن قبل ما يحصل له اللي حصل؟ كان في الجنينه زي عادته كل يوم. حد اتصل بيه من بره؟ انا كنت في الجنينه بجيب شويه نعناع، لقيته واقف جنب الباب بيكلم سعيد البواب، ولاحظت الجدع اللي مطلق زكية ماشي جنب السور بس ما بيكلمش حد. وبعدين زكية ندهت على أيمن. انت متأكد من الكلام ده؟ ايوة يا بيه. يعني شفت طريق زكية؟ شبهيا كده، لكن يمكن مش هو، الكذب حرام. انا سألت سعيد البواب قال لي ما شافوش. يبقى سعيد قادرة يا بيه. هجيب لك سندويتش. لا يا سلام مش قادرة، ده علي جابه من الصبح وهو رايح المكتب، وفي كمان باتيه سخن لسه. غيري ريق، هيبقى لا نوم ولا راحه ولا اكل، وبعدين انت كده مش هتقدري تقاومي. اكل ازاي قبل ما اعرف ابني جراله ايه؟ ان شاء الله خير. امبارح بالليل وانا مروحه مع علي قال لي ان الدكاتره متفائلين خالص، النبض ابتدى ينتظم وجسمه ابتدى يحس. احنا كنا فين يا مدام راجيه؟ يا رب، بس الدكاتره اتاخروا قوي. صادق بيه، احب قبل ما ابدا كلامي اقول لك ان انا بالرغم ان احنا اتعرفنا ببعض قريب قوي الا اني بعرفك من زمان وبعرف الاسره كلها. لو كان الحادث المؤلم ده حصل قبل كده ما كانش الموقف هيتغير كتير. يعني بيه انا فاهم انك بتادي واجبك ومتقبل اللي يحصل، فارجوك تشيل اي حرج ومفيش داعي للمقدمات. على العموم انا بتكلم من منطلق البحث عن الحقيقه اللي تهمك وتهمني بنفس الدرجه، سواء في عملي او في علاقتي بيك. مفهوم، اتفضل انا تحت امرك. صادق بيه، حضرتك عارف طبعا اللي حصل ده كان بسبب. مفهوم. لمعلوماتك بقى، كل المخدرات اللي بيوزعها التجار هنا في مصر مضروبه. بيغشوها كلها، بيغشوا ساعات الكوكايين بالسكر والهيروين بمواد تانية كتيرة، لكن هنا في مصر بقى
بيغشوه بالجماجم. جماجم؟ ايوه جماجم، وبيسموه ابو الجناجن. ده مفيش ضمير. ضمير؟ وهو اللي بيشتغل في الحاجات دي بيبقى عنده ضمير. والافيون بقى بيغشوه بايه؟ الافيون في مواد كتير بتدخل في غشه، علشان كده اول ما عرفت انه افيون خام دماغي لفت، لان ده ملوش غير معنى واحد، انه مستورد مباشره، يعني ما وقعش في ايد حد من اياه. ودي هتيجي الايمن منين؟ دي حاله ملهاش غير تبرير واحد، انها تسليم يد ليد. يد مين ليد مين؟ بوضوح ومن غير لف، من المطار لهنا. علي بيه لو سمحت، انا ما بجيبش الكلام ده من عندي، كل الكلام اللي اتقال وكل اللي اتسألوا اجمعوا ان ابنك ما خرجش من البيت ومفيش حد زاره، وده معناه شيء واحد، ان المادة اللي تسببت في تسمم ابنك كانت هنا في بيتك. ولا حضرتك شايف حاجة تانية؟ تقوم تيجي كده وفي الظروف دي تتهمني ان انا جبت الافيون؟ ومش كده وبس، قدمته لابني. صادق بيه انا مش سلطة اتهام، انا ما بتهمكش، انا بفكر معاك بصوت عالي، وما دام مفيش عند حضرتك اي تعليل غير اللي انا قلته، يبقى احنا متفقين ان المخدر ده كان موجود هنا في البيت. سعادتك ما بتردش، تبقى موافقني؟ نيجي بقى للنقطه الثانيه، وهي حكايه الماده الخام، ودي ما فيهاش ادنى شك لان التحليل بيقول كده. حكايه تسليم يد اليد مش كده برضو علي بيه؟ برافو. نفكر برضو مع بعض في النقطه دي بصوت عالي. في عند حضرتك هنا في البيت سيادتك والمدام. المدام؟ المدام كمان؟ خليك معايا يا صادق بيه، احنا بنعد. المدام، الدادة، طباخ، مدبول الجنايني، سعيد البواب. في حد تاني في البيت غير دول؟ نبدأ بقى من الآخر، البواب والجنايني والدادة والطباخ، لو حد منهم بيتعاطى المادة دي هيجيبها منين؟ هيجيبها من أي تاجر، وإحنا اتفقنا إن اللي كل مع التجار مضروب، يبقى يفضل مين من اللي عديناهم واللي موجودين في البيت؟ ده كتير قوي يا علي بيه. ما فيناش من زعل، إحنا قلنا إن إحنا بنفكر مع بعض بصوت عالي. التفكير ده يخلينا نقول إن نسبة كبيرة جدا من المتعاطين بيتعاطوا المخدر في ظروف مرضية وبعدين يدمنوه. إدمان كمان؟ يا صادق بيه، أنا قلت لك إني بعرفك كويس، وحكاية أسرك في 67 والحقن والمواد المخدرة اللي كانوا بيدوها لك، كل ده معروف. معروف إيه؟ معروف إني مدمن شمام. أستغفر الله العظيم، أنا ما قلتش كده ولا حتى فكرت فيه بيني وبين نفسي، وما بوجهلكش برضو أي اتهام يا صادق بيه. إحنا بنناقش مع بعض الموضوع بوضوح قبل ما يتعرض على النيابة، لأن ساعتها اللي هيقوله وكيل النيابة هيبقى هو فعلا الاتهام. لكن الكلام ده مستحيل، حكاية القصر دي انتهت بعد فترة علاج كام شهر وما عادش ليها أي تأثير خالص، وما تأخذنيش إن قلت لك إن الكلام ده مجرد التفكير فيه تخريف، وأقسم لك بالله العظيم إني ما أعرف شكله إيه، وطبعا راجع مستحيل. أنا كده بقى ارتحت وأسف، أرجوك تعذرني، وتأكد إن أنا بكل قلبي ومشاعري معاك في الظروف القاسية اللي بتمر بيها دي، سامحني. الحمد لله اللي طلعنا براءة قدامك. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ ما بتفهمش، مش عارف ايمن يمال ايه؟ يا بتقول مهر مهر يا راجل، اقول لك كنا مسقوفين يا راجل، حقك عليا يا وي هتخنقني يا راجل. صحيح يا بيه؟ طب ازاي؟ ايه اللي حصل؟
اهدى يا ريس مدبولي، علشان خاطر الست وعلشان خاطر صادق بيه. ازاي ما حدش يقول لي ان البرنس ايمن تعبان؟ الحمد لله جت سليمة. كنت بس ابقى جنبه، يمكن يعوز حد يسهر جنبه ولا يقضي له طلب. لما يفوق يا مدبولي ابقى روح له. يفوق؟ يعني ايه يفوق؟ حسن بيه قصده يعني لما الولد يصحصح ويفوق من البنج والعمليه. خير يا مدبولي ما تعملش في نفسك كده، انت لسه قايم من العمليه انت الاخر يا راجل. مش قادر، مش من خاطري يا حسن بيه، سعادتك عارف. طب تعال تعال معايا، تعال نروح البيت عندي دلوقتي. سيبني يا سعيد، سيبني يا سعيد، سيبني معايا، سيبني يا بيه، سيبني.